عليكم المتتبعين العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين يا ربي. اليوم المتتبعين راني فرحانه، ما قداني فرحه حكم اميمه واقفه معايا ونساني المتتبعين. والله الا اش غنقول لكم، لهنا يحرم شي وحده من البنيات كاع كاملين والوليدات. البنات غزاله طلعت، انا كنديري مع اختي هاد الساعه الله عطيني اختي شي جوج بنيات تيتيش ان شاء الله ان شاء الله دابت ولد المتتبعين. دعي معاها، كندعي معاها بالتيتيش، راها مرضيه ومحضيه والله صراحه خلصت بلاصتها معاها الرضا ديالي ويعطي لها يا المتتبعين. لا هي لا ريان ديالي لا ياسين لا وليداتي كاملين كندعي عليكم، الله يرضي عليكم الله ينوركم. واليوم الا كان شي صداع راه كاين الزنقة شويه عامره، الله يرضي عليكم وقبلوا علمكم يا من المتتبعين ديالي. التعاليق الزوينه اللي كتحطوا ليا والله الا كتردوا فيا طاقه ايجابيه، وكنضحك وكنلعب. المتتبعين صراحه تيتيج ديالي مرضيه من صغر، هاي المتتبعين راها مرضيه الله يجعل سيدي ربي يبارك فيها. مسكينه دائما كترضي علينا والله. المتتبعين العزاز اللي كيضحكوا معنا وكيونسونا الله يرضي عليهم والله يحفظهم. اش غنقول لكم المتتبعين، بنتي مرضيه ومحضيه الله يجعل سيدي ربي يرضي عليها ويفرش ليها الرضا ويردهم بخير وعلى خير ان شاء الله. ويجيبوا لي ريان ديالي صراحه والله المتتبعين. والله ريان ماما قسما بالله تصافي حد قال لي يا ميمه المتتبعين مع ريان مسكين كمل 3 سنين ولانيفرسير دازت في 17 في الشهر. قالت لك الوالده غير غادي يجي غندير له احسن مفاجاه ان شاء الله في الدار، وهادشي كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله في الفيديو ياك ماما. ان شاء الله ان شاء الله داكشي اللي كاين كلشي غادي نشاركو مع وليداتي الفرحه ديال ريان ديالي وانا فرحانه ما قداني فرحان والله الا كان زينو غير تيتو شويه سين نرجع ان شاء الله من بعد غنديروها. والله يجعل سيدي ربي يرضي عليكم وينوركم وليداتي والله المتتبعين. وبخصوص بنادم المتتبعين انا هاد النقطه هادي غنهضر عليها غير شويه وغادي ندوز لكم الفيديو ديالنا ديال هاد النهار. والله الا فيديو اش غنقول لكم فيديو واع. المهم المتتبعين بنادم اللي كيهضر وتيقول ماشي هضرات اللي في شي شكل، اش غنقول لكم الحمد لله اختي كما قلت لكم ماما قبيله مرضيه الحمد لله، مرضيه ومحضيه، وداك الرضا ديال الوالده ديالنا كيوقف معنا الحمد لله. وهادشي بغيتو لكاع البنات والله ما يكونوش زعما يديو دعاوي خايبين من والديهم، بالعكس يكونوا مرضيين وكيتهلاو في والديهم. واش غنقول لكم المتتبعين بنادم صراحه غير كيهضر وزعما كيما كيكونوش كاع عارفين المتتبعين اش كاين وهادي، وبنادم حتى يهضر وهادي، ولكن عادي جدا. اش غنقول لكم اللي مرضي الوالدين ربي ما غادي يوقف قدام حتى شي واحد. شكرا للمتتبعين كاع اللي قالها زوينه والله. والمتتبعات اللي تيقول لكم كومونتات زوينين اش غنقول لكم قلب من هنايا، وخاصه الكومونتير اللي في شي شكل حنا ما كنحيدو حتى شي حاجه، بالعكس عادي جدا. غير هاد النقطه هادي هضرت فيها حيت صراحه مؤخرا راكم عارفين شنو كاين في يوتيوب، داكشي باش انا هضرت. واش غنقول لكم رحنا عايشين حياتنا الحمد لله بخير وعلى خير، واش نقول لكم فرحانين ومع والدينا ومع احبابنا والحمد لله والشكر لله كنقدموا لكم واحد المحتوى اللي زوين. واش نقول لكم هادشي اللي كاين صراحه ما غاديش نطول بزاف في هذا الموضوع هذا. واش نقول لكم اليوم ان شاء الله كما قالت لكم الوالده غادي نشوفوا شنو دارت هذا النهار. هذا النهار درت المقدمه معاها صراحه ما كاينش اللي كيصورنا، قررت انني نحط التليفون قدامنا وقدام قالت ماما ودائما انا بوحدي دائما انا بوحدي دائما ضروري تعاوني ماما كتزينه ديالي. واش نقول لكم اليوم راه كاينه غير انا وياها والواليد حتى هو راه كاين كيتفرج. ان شاء الله غادي تدوزوا معنا هذا النهار هذا كيفاش دايز اليوم الحد ان شاء الله، وان شاء الله نحط لكم هذا الفيديو نيت اليوم ونشوف شنو غادي نديروا. الواليد راه ان شاء الله غادي توجد معكم الغداء، وهذه انا صراحه من الصباح كريم جمعت الدار جمعت كلشي. والمهم راكم عارفين داك الروتين ديال الصباح ديال اي دار مغربيه كتنوضي كتزينه وانا وياك الشغل مع الطبله والدار انا جمعتها بقى غير الغدا. ايوا ضروري غادي ندخل دابا الكوزينه ديالي والله ونكمل شغلي. الوالده خلاص البنات المتتبعات اللي سولوا ماما على شحال من وصفه قالوا لها عطينا نصفه المخمر عطينا نصفه ديال العسل عطيونا هذه،
قلت لها زعما اش غنديروا فيديو اخر وغادي نديروا كوميت المخمر مع الاستيل اللي بغات انا تقدها وتعرف الطريقه ديالها داكشي اللي كاين. وبخصوص المتتبعات اللي سولوني على الشامبو غادي نجاوبكم على الشامبو. انا صراحه هاد العشيه بغيت نمشي انا والوالده للحمام من هنا غادي نوريكم. والمهم خليوكم معنا المتتبعات الفيديو مازال طويل 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 ونشوفوا شنو دارت الوالده. ايوا البنات كيف ما كتشوفوا معنا صراحه اش نقول لكم هذا النهار والله الا نهار واعر 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 عطوره لي باقا المتتبعين اقسم بالله الا كيضروني من هنايا انا هنا لي باقا فرعوني البنات. المهم الوالده غادي نشوفوا شنو غادي دير هذا النهار. قالت لكم ماما غادي ندير لكم واحد الوصفه ما عمرني درتها وقلت لها صافي سيري على الله ما كاين غير المغامرات في هذه السيمانه هذه. وصراحه انا راني جمعت الدار وكل شيء بقى لي ان شاء الله غير انتم المتتبعات ديالنا العزازات الغاليات انتم كوم يا منى علاش قاده والله الا هذا النهار المتتبعين. قالت لك ماما واش نقادوا الغدا ما دابا سالينا الشغل. شوفوا بعدا المتتبعين صراحه شوفوا الخبيز د الماء الخبز ديالي عطو ماما راه هاد الخبزه ما بايناش دابا في التليفون صغيره عطو قداش دايره قد الرويضه ديال التريك. لا يا انا صراحه هي المتتبعين كبير ربينا ما ردوا عليا المتتبعين. شوفوا لي القطان وما ضربوا القطان القطان مع لي با القطان مع لي با جيتي واعره ربي حق الله. المهم متتبعات الغزالات ديالنا كنكبر الملوي كنكبروا بغريات. المهم داكشي اللي درت كنكبروا ردوا عليا ماما عينها كبيره المتتبعين واش زوين ولا خايب. لا لا واعر واعر غير غادي نرجع واعر. المهم كيما قلت لكم البنات اليوم فاش سالينا الشغل وهذه بقى لنا غير الغديوه. الوالده واش نتغدى ولا نديو شي حاجه من برا ولا قالت لك عرفتي اش غديري غندير لك واحد الحاجه سهله مهله دغيا كتوجد دغيا. هانتوما شوفوا واش درت ماما هنايا. اش درتي ماما هنا؟ العطريه لا المطارد اللي دارت الوالده هانتوما درت الحار المطارد تبعت. شوف واش درت الوالده درت هنايا المطارد درت العطريه الزعتر درتيه؟ اه درتو كثري لي اختي انا الزعتر الزعتر كتبغي انت بزاف كنحمق عليه. شوفوا هنايا الشريميله ديالنا ها هي تشربوا راه تتبعي ندير شويه الماء ها نجي قطيره هكا باش نلقى باش نشرب من داك اللحام ونشرب من داك الشيء. انا غادي نجبد واحد ورق سيدنا موسى البنات من هنايا باش النار كتشوفوا ها واحد الحيمه هاكي هاد الوريقه هادي حتى التالي وديريها ديال سيدنا موسى دابا غتشرب لي كل حاجه بوحدها كل حاجه بوحدها هكا ونشد الخيزو هو الاول. هاديك غتبغي الشاونيه غير ديري الشاونيه. درتها درت الشاونيه درت الهريسه درت كل شيء درته نتوما تبزات تبعات كيف ما كتشوفوا هاد النهار هذا والله الا اش نقول لكم غير ديال هاد اللاطه نيت عيان عيطنا نضرب هاد اللاطه هادي ونمشي نتحمحم مع السي راسي. عرفتوا المتتبعين مع اليوم اخر نهار باش غيسد الحمام 3 ايام قلت ناري الا ما مشيتش هاد النهار غنجلس 3 ايام عاوتاني. عرفتوا مع هاد القانون الجديد اقسم بالله الا عرفتوا والله الا فشي شكل كل 3 ايام كل ايوا شوفوا والله الا شرمولي الا طلعت واعره انتم المتتبعين ها يا الله لا لا هادشي غيجي بوحدك على بول انا المهم هاد اللاطه خلاص كتقدر ديروا فيها نتوما الفلفله ديروا فيها انا كتعجبني الكرعه خضراء ديروا فيها سميتو كل واحد شنو كيدير كل واحد شنو كيدير بصح هادي غندير الطريفه د الحيمه تاع المتتبعين قللنا اللحم غير انا اصلا انا كنغي الصدر ها هو ماما رجيله بابا كيبغي الجناوح بابا كيبغي الصدر الجنيحه والظهر واحد شنو كيبغي المتتبعين. ايوا سمحوا لنا المتتبعين ما نجهلوكمش والله الزعتر كلشي بزاف فيه الزعتر فيه كلشي فيه طريفات ديال اللحم نديرهم من الفوق من الفوق زعما ما تجيش فوقهم بطاطا لا لا ما نخافش على الوالده صراحه الله يعطيك الصحه. انتما البنات واش هادشي بدا كيطيب دغيا ها شوفوا المتتبعات ديالنا وهاد الوريقه هادي ان شاء الله حطوها هنايا لداخل هكا وهذا
يلا عطا ديالنا ديال هاد النير هذا داكشي طبيعي يا سلام ايوا واش كديرها الوالده دابا غير كنجيب البطاطا ماما راه دايره واحد المجر فيه واحد فيه الزيفه واحد فيه المعالق واحد باش نخوي شويه الزيت اييه هانتوما المده تبيها نخوي لها الزيت هكا نخوي شويه البلديه لا البلديه مزيانه الملحه قديتي عندك يجي لنا مسوس لا ما يجيش مسوس صراحه صافي عاد ما تكتيش بزاف ديال الزيت علاش كثر هذا الزيت الروميه صراحه هذا دابا غيدخل نيشا الفران المتتبعات غادي نحطيها المتتبعين ونشعل الفران أه. ونخليه يطيب على هواه ما عندناش داك البابي الومنيوم غادي نجيبها والحانوت غير قدامي صافي هذاك هو غادي تغطي بها المتتبعات هذا وان شاء الله غادي ديرو في الفران مع ان شاء الله يخرج نوريكم كيفاش خرج يلا ايوا انتما المتتبعين شوفوا معكم هذا هذا الوصفه ديالنا باش تكون زوين ولا ما ويما نسبن ولا ما عرفت انا واش هذا بابي الومنيوم ولا داك الاخر بابي كويسون هذاك اللي غيدخل الفران هذا ماما بقينا ما تتحرق علاش كنديرو هكا علاش كيتحرق خليت تشد هذا على الخضره هكا على بلاتي على الخضره هذا ضربه باش طيب بصح ما تنشفش من بعد بصح انا ما كتعجبنيش نشفها ها انت تتبعي نكون هنا ونضع لي واش هادشي زوين ولا خايب وغادي نشربو معكم القياس تشوفوا واش هادشي زوين ولا لا والله الا ما كانش الفيديو المتتبعين طوال غنشارك معكم صراحه غادي تطيبي غير هذا ايه فين غنطيبو اها كتحملنا طيبيه يلاه جابت الخبيز ديالها ما طيباتو برا والله الا شي خبيزه تيلا كنقولكم المتتبعين حقكم في الجنه ماما كدير لكم بلاي ولا بالك المتتبعين انتما انا نقطع شي شويه يا اختي وبلاتي نحط باش نوريهم نحط لكم المتتبعين هكا خربه وينها خربه والله الا تقتلني ويدفن الخبز طبيعي واخا كنكبرهم المتتبعين صراحه ماما كل خبزه قد الرويضه المتتبعينها الله يهتم سميتو ما قدرش يهزهم دار مسكين الرمايه جديده يلا ها انتم المتتبعين شفت لكم كيفاش داير ماما كتصرا انتم المتتبعين ناري هذا الخبيز مع ديك اللاطه حلو 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 ناري واعر واعر والله الا فن كون جنان متتبعين زربانه باش عمرها والله الا متتبعين بقى لنا صراحه غير غدي بهاد النهار والدار خلاص شوفوا راني جمعتها مقاده كلشي هو هذاك هانت هانتوما شوفوا الصراحه باش تعرفوني كنفكر ليكم راني جبت ماما داك الشامبوان هزيتو قبيله باش نوري ليهم شفتي هاكا كبنتي هانتوما المتتبعات البنات اللي قالوا لي شامبوان صوريه لينا البنات انا ننصحكم نصيحه اللي شعرها دهني حتى ولا عادي ياخذوا لي فيه العلامه تكون هنايا زرقاء يعني ديال شوفو غا ولا نورمال اللي شعرهم ناشف ياخذوا الصفر اللي فيه شوفو سيك واللي عنده سميتو الجلده عاوتاني حساسه بزاف ياخذ لي فيه الغوز فيها دي غوز فيها ديال زعما ديال جلده الراس كتكون فيها سونسيبل مكتوبه سونسيبل المهم شامبوان واعر 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 البنات جربوه وردوا لي عافاكم جربوه حتى الدراري حتى الدراري خلاص المتتبعين اللي عنده صراحه الدواء جربوه عافاكم وردوا عليا اقسم بالله ما غادي تندموا اقسم لك يمينا داير شي 122 درهم وفي داك الاول غتبقاو تغسلوا به غير هو اون فوا غتمشي لكم القشره غتبقاو زعما تبقاو تشريوه من الاحسن وتبقاو 122 درهم المهم بحال هاد الثمن البنات ومن بعد غتبقاو توصلوا بشامبوان عادي ومره في السيمانه هذا منها كينقي لكم عتو جلده الراس وشوفوا واش مكتوب فيه دوري
لا يا البنات بقاي هكا كدوري معايا. ها نتوما البنات شوفوا قالك لا ها هي صراحه بغيت نوريكم واحد سميتها مكتوبه ساعه ما كايناش كاينه في الكرتونه ديالو. زعما الشعر اللي زوين كيبدا من جلده ديال الشعر اللي صحيه. الا بغيتي شعر كيكون زوين وصحي خص جلده ديال الراس تكون صحيه وزوينه وفي واحد الريحه غزاله غزاله اقسم بالله. نوريكم حتى في اللون المتفقين اللون ديالو اصفر. المهم انا قريت صراحه بزاف التعاليق وقلت نجاوبكم ولا اني غنمسح في الراس. المهم انا ويلا اختي مالي تمسحيها في راسي انا مازال بغيت ندير الزيت. انتما متشوفوا كده في النار حتى تجيكم واللي شعره ناشف غادي يجيو بحال كيرطب الشعر. انا راه واخا شعري دهني ما لقيتش عند ابتسام واحد الريحه الريحه غزاله. لا 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 اختي مازال انا بغيت ندير الزيت. لا 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 ندير الزيت عاوتاني غندير الزيت البنات وغادي نمشي للحمام. واللي سولتني عاوتاني على الدهنه ديال الاكلادر ملي شرينا من عند ابتسام حتى هي راها زوينه كتخلي البشره واعره بحق. ما قلت انا ما غادي نجاوبكم حتى تدوز بعدا واحد جوج سيمانات واحد 15 يوم باش عاوتاني المتتبعين نقول لكم نيت زعما النتيجه اللي كنشوفو نيت حقيقيه اللي كتكون زوينه اللي كتكون زوينه وغادي تبان. خلاص المده هي اللي كتحكم ماشي انت غادي تجربي واحد الحاجه يومين ولا نهار وتبغي تعطيك النتيجه ما زعما ماشي منطقيه الوقت داكشي اللي كان. واخا هكاك البنات كتخلي البشره رطبه وزوينه ان شاء الله زعما كتحيد لي طاش وهادي حتى هي جربوها وردوا عليا الخبر البنات. واقيلا طولنا عليكم هذا الفيديو. المهم نشوفوا لاطه ماما زيدي نشوفوا لاطه ديالك فين وصلت. والله الا الريحه ديال الشامبون باقا كتشوفوا راه شرات هنايا النعينات شرات هذا قصبور. راني وليت كنفرق ما بين القصبور والمعدنوس ما كتعرفيش والو ما كنعرفش. بقيت مع تيتي عشيه كامله وريني قالت لك شوفي شمي الريحه شمي الوراق شمي الريحه. ايوا البنات نشوفوا اللاطه ديالنا فين وصلت. صافي شفتي شكي دايره. المهم البنات هاد اللاطه ما نعرفوش نشاركوها معكم ولا لا صراحه حيتاش الحمام راه كيسد مع شي 8 والفيديو بغيت نلوحو لكم اليوم النيت باش تفرجوا فيه. وقولوا لنا البنات في التعاليق طولنا بصح قولوا لنا في التعاليق شنو بغيتوا ماما توريكم. وصراحه كاينه واحد المفاجاه اللي جايه اش غنقول لكم واحد المفاجاه واعره 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 صداع على الوالده صد الشرجم. جينا البنات حدا سميتو حدا الشانطي راه عادي قلت لكم جاي واحد المفاجاه ديال الوالده واحد الحاجه اللي صراحه واعره او شنو لكم شي حاجه واعره 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 ديالنا اييه ديتني فرحانه تبارك الله ديالنا كاملين ان شاء الله. هاد الحاجه شوفوا الا عرفتوا هاد الحاجه غادي تجي معنا كاملين فينا. المهم البنات صراحه شنو لكم حتى تجي تيتيش وغادي نشارك معكم اول حاجه درناها فهاد السيمانه وغنشارك معكم. المهم البنات خليوني ساكته دابا ما بقى لنا الا نقول لكم مع السلامه وتهلا فيديو الجاي.